بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. محمد مرعي يحييكم ويرحب بكم في درس جديد من دروس الفوتوشوب. أحيانا لما بتشتغل على برامج جرافيكس، برنامج زي الفوتوشوب، وبتشتغل كتير بتستعمل تولز كتير، زي بتستعمل البراش تول، الهاند تول، الماركي تول، الريكتانجل تول، وريفر تول بتستعمل، لو مع الاستعمال الكتير بتبدأ بعض التولز يعني ساعات بتعلق او بتعمل هانجن مثلا. يعني ساعات مثلا تتوقع ان البراش تول مثلا تديك سموث لاين، وبتديك مثلا هارش لاين او هارش ايدج. ساعات مثلا بتيجي تشتغل على حاجه معينه بتحس ان هي مش شغاله زي المفروض ما هتشتغل. ساعات الفوتوشوب بيبدأ يعني يشتغل بطريقه غريبه، تحس ان هو ويرد كده وغريب. في طريقتين ان انت تحل مشكله التولز ديت او مشكله الفوتوشوب. طبعا في مشكلات كتير، انما غالبا دول بيحلوا بعض المشاكل او مشاكل كتير من الفوتوشوب. الحاجه الاولانيه اللي هي ريسيت تولز، بمعنى ان انا لو رحت مثلا عندي عملت مثلا دوكيمنت جديد هنا واخترت البراش تول مثلا حرف البي، وطبعا لما بكبر البراش تول دهوت بختار لون معين، بعمل خط اهوت، تمام. لو عملت رايت كليك واخترت مثلا تولز ثانيه وعملت كده اهوت، تمام، وكبرت البراش تول في نفس الوقت. طبعا يعني قبل ما اروح للنقطه الثانيه، لو انا مثلا حبيت اعمل ريسيت للبراش ديت بحيث ان البراش ديت ترجع زي ما كانت، واخد بالك، فبروح على الشمال هنا فوق خالص على علامه او ايقونه البراش ديت، وبعمل رايت كليك. لما بعمل رايت كليك او ضغطه بالماوس اليمين بيطلع لي حاجتين اثنين، ريسيت تول وريسيت اول تولز. ريسيت تول بتعمل ريسيت للبراش اللي انا بستعملها حاليا او التول اللي انا بستعملها حاليا. ريسيت اول تولز بتعمل للتولز كلها زي ما هنشوف دلوقتي. لو انا اخترت ريسيت تول وجيت رسمت تاني، بلاحظ ان البراش تولز بقت صغيره تاني. لو اخترت اهوت لون تاني بتشوفها اهو، تمام، بقت صغيره تاني. طيب لو انا كبرتها تاني اهوت، تمام، وعملت اهوت خط اهوت كبيره، ورحت هنا وعملت ريسيت تول، بترجع تاني صغيره. فديت بترجع التول اللي انا شغالها والاداه اللي انا بشتغل عليها، بترجعها للديفولت سيتنج بتاعها زي ما يكون انت لسه عامل تنصيب للفوتوشوب. طيب لو انا مثلا عملت مثلا البراش تول دي مثلا، لو انا كبرتها مثلا، تمام كده، ورحت على تول ثانيه مثلا زي الريكتانجل تول ديت، واخترت من الستايل فوق هنا، اخترت فيكسد سايز مثلا وخليها مثلا 100 باي 100، وجيت ارسم اهوت، تمام، شفت بيطلع لي حجم السكوير او المربع اللي انا بعمله ده، تمام. لو انا رحت على الايقونه بتاعت الماركي تول اللي فوق ديت او الريكتانجل تول اللي هي موجوده عندنا هي، وعملت رايت كليك عليها، بدل ما اختار ريسيت، ولو اخترت ريسيت تول بيعمل لي ريسيت للتولز اللي هي اللي انا واقف عليها حاليا اللي هي الريكتانجل تول. انما لو اختار ريسيت اول تولز بيعمل لي ريسيت، بيطلع لي الاول باب اب مانيو كده بيقول لي مثلا ريسيت اول تولز تو ديفولت سيتنج، اللي هي بيعمل لي اعاده الديفولت او التولز او الادوات اللي انا موجوده عندي كلها على الفوتوشوب. لو اخترت اوكي مثلا بيعمل لي ايه؟ اول حاجه بيرجع لي البراش تول بدل ما هي كانت كبيره كده صغيره، وبيرجع لي الريكتانجل تول بدل ما هي على الفيكس تول على الستايل زي ما احنا شايفين نورمال. فدلوقتي بقت رجعت تاني زي العاده. وانا لو اخترت البراش تول بضغط على حرف البي على الكيبورد بتطلع لي صغيره اهي، تمام؟ اهي. طيب لو انا دي طريقه ان انا اعمل ريسيت للتولز. طب لو انا عاوز اعمل ريسيت للفوتوشوب ككل، يعني لو انا لاحظت زي ما قلت مثلا، لاحظت ان الفوتوشوب في يعني حاجات غريبة ومش مظبوط، وحسيت ان انا محتاج اعمل له مثلا انستول تاني. قبل ما تعمل له انستول تاني اعمل الكلام ده كله. لو انا عملت مثلا كوماند كيو او كنترول كيو عندك على الويندوز وقفلت الفوتوشوب، بروح على الفوتوشوب على ايقونة الفوتوشوب اللي هو عندي ادوبي فوتوشوب مثلا سي اس 6 اهوت، على الايقونة اللي انا بشغل منها الفوتوشوب، سواء موجودة عندك على الديسكتوب او موجودة على بروجرام فايلز عندك، اهم حاجة اللي انت بتشغل عليها الفوتوشوب، وبضغط على لوحة المفاتيح مفتاح الت وشيفت وكوماند او كوماند الت شيفت، التلاتة مع بعض
او كنترول الت شيفت لو انت شغال على الويندوز. يبقى عندي ثلاث مفاتيح على الكيبورد عندي او على لوحه المفاتيح، بضغط الثلاث مفاتيح دول دي ثلاث صوابع عندي بحطهم تحت اللي هم كوماند الت شيفت او كنترول الت شيفت، وانا مثبت المفاتيح ديت بعمل دبل كليك على الايقونه بتاعه الفوتوشوب وبعمل افتحه. بعد ما بيطلع لي المربع دوت بشيل طبعا سبع من على الكيبورد، بيقول لي هنا ديليت ذا ادوبي فوتوشوب سيتنجز فايل. لو انت عايز تعمل ريسيت للفوتوشوب بتقول له يس، لو انت مش عايز بتعمل له. طبعا لو انت عندك مشاكل زي ما قلنا بتعمل يس، الفوتوشوب بيبدا بيشيل اللي هو السيتنجز او كل التغييرات اللي انت عملتها عندك على الفوتوشوب، ويبدا يعمل ملف جديد كانه بالظبط لسه معمول له فريش انستوليشن. طبعا الطريقتين دول زي ما احنا شايفين هم يعني طرق بسيطه، وبيرجع لي الفوتوشوب كان انا لسه عامل له انستول، بدل ما ايه اقعد اشيل الفوتوشوب واعمل له انستول تاني وهكذا. فاذا لاحظت عندك ان الفوتوشوب يعني بيهيفنج يعني او بيتصرف بطريقه ويرد وغريبه، يعني استعمل الطريقتين دول وان شاء الله الفوتوشوب بيشتغل تمام عندك ومظبوط. اتمنى يكون ان الدرس مفيد لكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده ودرس جديد. محمد مرعي مره تانية بيحييكم واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.